مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حصتكم ألو فارس. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، رانا في الموعد كما جرات العادة. مشاهدينا الكرام، اليوم كذلك رايحين نقدم لكم زوج حلويات بإذن الله. إن شاء الله تكونوا وجدتوا الكراس والسيالة هيدا باش تدونوا كل المقادير وطريقة تحضير تاع هاد الحلويات تاعنا اليوم اللي كنت وعدتكم بهم البارح، اللي هما العرايش والصمصة. يلا اللي انتم طلبتوهم كذلك. يلا مشاهدينا الكرام، رايحين نبداو. ما تنساوش كذلك رقم الهاتف اللي راح يظهر في اسفل الشاشه، هذا باش نستقبل كل مكالمتكم باذن الله. مشاهدينا الكرام، كذلك نحب نشكر كامل الناس اللي جربوا الوصفات ونجحوا فيهم. نقول لكم بارك الله فيكم على وفائكم وعلى ثقتكم ليكم ليا. ان شاء الله نكون في المستوى. مشاهدينا الكرام، يلا اليوم احنا نبداو بالصمصه. الصمصه هذيك الصمصه اللي كما نقولوا لها متشلفطه، تما لازم تكون متشلفطه، يعني تكون بنبله كامل، سينو ما نجحناش فيها. ما حش نديروا لها لا ليفور، ما نديروا لها، ما حش ندير لها كامل خميره تاع الحلوه. راح نديرها لكم بطريقه بسيطه وبسيطه جدا، برك فيها زوج كما نقولوا دوز استوس اللي حنديروهم باش تنجحوا فيها. يلا نروحوا طريقه تحضير. مشاهدينا الكرام تبعوني، عندي هنايا 4 كيلات تاع السكر، 4 كيلات عفوا تاع فارينا. هاملك 4 كيلات فارينا، هذه العجينه. كيلة تاع مارغارين تاع التوريق، كيلة اللي كيلتو بها عفوا نص كيلة، نص كيلة عاودوا شفا راني عاودت. 4 كيلات بنص كيلة مارغارين تاع التوريق، 4 كيلات بنص كيلة مارغارين تاع التوريق اللي كنت ذوبتها وهي اللي خليتها بردت. هاي لك امامكم ذوبتها وخليتها بردت. وعندكم شوية تاع فانيليا في العجينة وما والمزهر باش نطمو لاباط. نعاود لكم العجينه، عندكم 4 كيلات تاع فارينا، 4 كيلات فارينا، والكيله اللي كيلتو بها فارينا تكيلو بها نص كيله مارغارين تاع التوريق، خاص التوريق يعني تاع الفلتاج. نص كيله وتخليوها تذوبوها وتخليوها تبرد، من بعد راح تستعملوها في العجينه تاعكم. شويه فانيليا، وعندكم ما والمزهر باش طموا العجينه تاعكم. هذا لاستيس الاولانيه، هي مارغارين تاع التوريق، صدقوني تجيكم ولا اروع وناجحه 100%. بنه باش تجي البنه، يعني باش الصمصه تاعنا تجينا بنينه. انا نفضل ودائما نقولها كما نقولوا صمصه، دائما ديروا اللوز يكون محمص. هاوليك حمصتو خليتو برد ورحيتو. 3 كيلات تاع اللوز باش تجيكم بنينه. 3 كيلات تاع اللوز يكون محمص ومرحي متوسط، شويه فانيليا، وعندكم كيله تاع السكر ناقصه، يعني ناقصها واحد دو دوا، ما تعمروهاش بزاف. كيلو 3 لوز، شويه تاع لافاني، واللي كيلتو بها اللوز تكيلو بها السكر ولكن ما تعمروهاش، ناقصين واحد زوج صبعتين هكذا كما نقولوا. هذه 3 لوز و كيلو بهذه السكر نقص منها دو دوا هكذا، نقصوا منها هكذا دو دوا هكذا باش الاخر ما تجيش هكذا، نقصوا دو دوا باش لافارس تاعكم ما تجيش يابسه. ونطموها بالمزهر طبعا، ماشي بالماء المزهر، مزهر وحده. والعسيله طبعا باش نعسلوا الصمصه تاعنا، والزيت باش نقليوها. وكذلك كاينه حاجه لاستيس دوزيام يعني الثانيه، هي نحلوا العجينه بالمايزينا، نحلوا العجينه بالمايزينا باش نضمنوا انها تتورق تتنبل. يلا نروحوا طريق التحضير. مشاهدينا الكرام ونستقبلوا مكالمه. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عمو فارس لوداي، واش راك مليح؟ راك مليح لوجين. لوجين الحمد لله، صحه رمضانك مين. صحة فطورك انتايا تاني. بارك الله فيك. انا لودي من بوز الريعة. بوز الريعة اها.
عمو فارس انا طيب مع ماما. مال انت يا ولا اروع؟ ولا اروع ولا اروع. انت ولا اروع. درنا قلب اللوز. ايه وزنا وصفات ولا اروع. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا بني. والبارح درنا تشارك العريان وخرج مليح. وانا نحب البقلاوه، معليش ديرها لنا بقلاوة، ما كاش مشكل. خليه غير كادر اللي لعبتها له. خلاص بقلاوة. عمو فارس. نعم. حبيت نقدم لك اهداء. يلا قدم لي، قدم لي. اول ليك. بارك الله فيك. والطاقم اللي معك. بارك الله ولا فيك. أروع. بارك الله فيك، هم يقول لك انت ولا اروع. وماما وبابا. ومامي تاع ماما. نسلموا عليهم. ومامي تاع بابا من غير ليزان. نسلموا كامل عليهم لوجين. بارك الله فيك. إن شاء الله نهديها لولادك. بارك الله فيك، شكرا. صحة عيدك وصحة عيدهم. شكرا، صحة عيدك. عمو فارس حبيت نسقسيك. نعم. أنت طيب في دارك؟ طيب. دائما طيب، دائما. الله يبارك. بارك فيك، كيما أنت لوجين. ومن بعد اروح اعلم بابا. فين بابا وقيلة؟ ما يعرفش. والو. بابا ياكل برك. شكرا لك لوجين، يعطيك الصحة. بارك الله فيك. ما شاء الله عندما البراءة تتكلم، الحمد لله. شوفوا مشاهدنا الكرام، هاليك درت 4 كيلة تاع فارينة، زدت نص كيلة مارغارين تاع التوريق، ومغرف كبيرة فانيليا، ودك راح نطمو بالماء والمزهر. هاي لك. وماذا بكم إلا كنتوا حابين هاد الصمصة تنجح لكم، انتو ما عجنوا هاد العجنة ليلة من قبل وحطوها، غلفوها بكيس بلاستيكي وحطوها في الثلاجة حتى الغد من ذاك. ولا كنتم مزروبين على الأقل، على الأقل زوج سوايع خلوها ترتاح واحد زوج سوايع، هذا باش تضمنوا لاباط تاعكم تجيكم مليحة. شوفوا معايا هكذا زين. صحة فطورك انت يا تاني. بارك الله فيك. انا لودي من بوز الريعة. بوز الريعة. عمو فارس انا طيب مع ماما. مال انت يا ولا اروع. ولا اروع ولا اروع. انت ولا اروع. درنا قلب اللوز. ايه وزنا وصفات ولا اروع. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا بني. والبارح درنا تشارك العريان وخرج مليح. وانا نحب البقلاوه، معليش ديرها لنا بقلاوة، ما كاش مشكل. خليه غير كادر اللي لعبتها له. خلاص بقلاوة. عمو فارس. نعم. حبيت نقدم لك اهداء. يلا قدم لي، قدم لي. اول ليك. بارك الله فيك. والطاقم اللي معك. بارك الله ولا فيك. أروع. بارك الله فيك، هم يقول لك انت ولا اروع. وماما وبابا. ومامي تاع ماما. نسلموا عليهم. ومامي تاع بابا من غير ليزان. نسلموا كامل عليهم لوجين. بارك الله فيك. إن شاء الله نهديها لولادك. بارك الله فيك، شكرا. صحة عيدك وصحة عيدهم. شكرا، صحة عيدك. عمو فارس حبيت نسقسيك. نعم. أنت طيب في دارك؟ طيب. دائما طيب، دائما. الله يبارك. بارك فيك، كيما أنت لوجين؟ ومن بعد اروح اعلم بابا. فين بابا وقيلة؟ ما يعرفش. والو. بابا ياكل برك. شكرا لك لوجين، يعطيك الصحة. بارك الله فيك. ما شاء الله عندما البراءة تتكلم، الحمد لله. شوفوا مشاهدنا الكرام، هاليك درت 4 كيلة تاع فارينة، زدت نص كيلة مارغارين تاع التوريق، ومغرف كبيرة فانيليا، ودك راح نطمو بالماء والمزهر. هاي لك. وماذا بكم إلا كنتوا حابين
هاد الصمصة تنجح لكم. انتوما عجنوا هاد العجنة ليلة من قبل وحطوها غلفوها بكيس بلاستيكي وحطوها في الثلاجة حتى الغد من ذاك. ولا كنتم مزروبين على الأقل على الأقل زوج سوايع خلوها ترتاح واحد زوج سوايع هذا باش تضمنوا لاباط تاعكم تجيكم مليحة. شوفوا معايا هكذا زيت كامل في الثلاجة حتى الغد من ذاك. واللي تكون مزروبة على الأقل على الأقل خليوها ترتاح زوج سوايع باش تجيكم سهلة. شوفوا هكذا بهذه الطريقة هاي لك هكذا وتخليوها قلنا في الثلاجة تخليوها ترتاح. أنا راني موجد عجنة من قبل هاي لك مشاهدنا الكرام هاي ليك شوفوا معايا هاي ليك العجينة تاعنا دونك راح نقسم شوفوا معايا نقسم العجينة هكذا بهذه الطريقة خليوها هذه هنا نحيو هذه يلا نزيدو نستقبلوا مكالمة. الو 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 السلام عليكم واش راكي ساره لاباس صحتك لاباس صافا الحمد لله وانت الحمد لله الله يهنيك الحمد لله الله يسلمك الحمد لله ساره تفضلي نعم يعطيك الصحة على الوصفة تاعك الله يسلمك بارك الله فيك سارة سيناهم كامل ما شاء الله الله يسلمك قولي لي واش درتوا حلوة للعيد درنا درت البارح كاك النقاش جاتني شوية لاباط يابسة حليتها باسكو تشقت لي حتى عاود درت لها شوية ما والمزهر تالي دم بزاف ايه اها عاود تركتي فيها شوية دوك صافا يلا وكيفاش دوكا عاود جاتك مليحة ايه اها الحمد لله الحمد لله الله بارك الله فيك سارة يسلمك وقولي حلوة كي حابة نقدمها لك اليوم كدير صمصة وشنو صمصة والعرايش ايه العرايش هما الصح العرايش ايه اكو قاعد تسناهم في العرايش ايه ها والله ما يجوكش مليح ولا وشنو سارة نو جامي سييتهم صح ايه يلا مالا قعدي معانا ان شاء الله ان شاء الله راح نقدم لكم اليوم عرايش ولا اروع باذن الله ان شاء الله يعطيك الصحه انت ثاني قدم اهداء برد اها نقدم اهداء الكمائل تاعي اها وخاصه الوالده تاعي اها وانت يعطيك الصحه ثاني بارك الله فيك يعطيك الصحه نقدم اهداء ثاني لعائله عمر بارك الله فيك شكرا سلموا كامل عليهم يسلمك وصحه عيدك الله يسلمك تعيش يطول عمرك شكرا شوفوا مشاهدنا الكرام هاي لك لاباط تاعي اللي كانت اللي كنت خدمتها من قبل وارتاحت شوفوا معايا ناخذ شويه قلت لكم نحلوا العجينه بالمايزينا هاي لك وشنو لازم تخدموها شويه دوك تشوفوا واش معناتها نخدموها شويه شوفوا هكذا شوفوا هكذا بهذه الطريقه نحلوا العجينه ومن بعد واش ندير شوفوا نطويها هكذا ونزيد هكذا ونحلها شوفوا هكذا بهذه الطريقة هكذا ونحلها في رقم اثنين شوفوا معايا هكذا نزيد نغلقها شوفوا نغلق هكذا هكذا ونزيد هكذا شوفوا معايا وكل مره
تقدروا ترشوا المايزينا. شوفوا معايا هكذا. يلا نزيدوا نستقبلوا مكالمه. الو الو، السلام عليكم. سلام ورحمه الله سيداتي، واش راكي؟ لاباس؟ راك فارس؟ لاباس. واش راهم الناس باتنا؟ لاباس. راكم نتوما؟ لاباس الحمد لله. يعطيك الصحه على هذاك اللي غسات تدير فيهم. بارك الله فيك، شكرا. والله روعه، جربت المريوج، جربت كلش، والله روعه. يلا بصحتكم بصحتكم، ربي يعطيك ان شاء الله ما تتمنى وليدي ان شاء الله. بارك الله فيك سيداتي، شكرا لك، يعطيك الصحه. عيدكم مبروك والسلام عليكم. بارك الله فيك، شكرا، يعطيك الصحه. شكرا، عيدكم مبارك. شوفوا مشاهدينا الكرام، حليتها رقم 2 من بعد زدت رقم 4 هكذا، ونزيد رقم 5. شوفوا معايا، شوفوا لاباط ما تعبكمش كامل، شوفوا ها تحكموا فيها كما تحبوا نتوما، ها ما تخافوش ما تقطع لكمش، هاي لك شوفوا، وتتحكموا فيها كما تحبوا نتوما. خليها هكذا. دونك هنا شوفوا مشاهدينا الكرام، راح نحضروا الحشو. غادي نخليها هنا الحشو. قلنا عندنا 3 كيلات تاع اللوز، شوفوا معايا، هكذا 3 كيلات تاع اللوز، شويه فانيليا. صدقوني اللوز كي يكون محمص يجي بنين بزاف بزاف، وكيله تاع السكر هكذا، شوفوا هكذا. وهنا نطم اللوز تاعنا بالمظهر، ومن الاحسن انكم ما تشمخوهش بزاف، يكون شويه مفتول كي الطعام. يلا نزيدوا نستقبلوا مكالمه. الو الو، مساء الخير فارس. السلام عليكم سيداتي، واش راكي؟ لاباس؟ صحتك لاباس؟ الحمد لله، الله يهنيك. واش راكي انت؟ لاباس الحمد لله، وانتم؟ بارك الله فيك على كامل الوصفات، ولا غير يعطيك الصحه. بارك الله في كامل وصفاتك اقتصاديه، الحمد لله، وجربناها يعني الحمد لله. الحمد لله الحمد لله ولا اروع. بارك الله فيك، هذه ثاني مره راني نعيط لك. بارك الله فيك، يعطيك الصحه. وبديتي حلوه العيد ولا مازال؟ بدينا عندنا 3 ايام بدينا، صافا انا بدينا مازال برك اليوم ندير تشارك. حبيت برك وصفه مال فيجينيه، يا اما طريب بزاف يتفتت لي ولا يابس، يعني كان تعطيني الوصفه. بارك الله شارك فيك. شارك مسكر؟ انا عماه. شوفي اللي ما حندير العرايش، انا عماه ياك، راح ندير العرايش. دونك هذيك لاباط تقدري ديري بها تشارك. يعطيك الصحة صحيح. بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا، يعطيك الصحة وصحة عيدكم، وميرسي بوكو على كامل الوصفات اللي راك تعطيهم لنا، وصحة عيدكم والعقوبة العام الجاي إن شاء الله. الله يسلمك، بارك الله فيك، شكرا، يعطيك الصحة، شكرا، بارك الله فيك. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، إن شاء الله برك تكونوا فهمتوني، ماشي حاجة واعرة هكذا. لاباط تاعنا راهي واجدة. شوفوا لاباط قد ما تخليوها ترتاح قد ما الصمصه تاعكم تجي بزاف مليحه. هاي لك، شوفوا معايا. دونك هنا راح نجيبوا برك الجريوره، هذه هي لاباط. دونك برك نجيبوا الجريوره، نحل هذه برك، ودوك نوري لكم كيفاش نواسيو الصمصه. تابعوني هنا مشاهدنا الكرام، ناخذ انا هذه الجريوره، شوفوا نحي هنا هكذا في الطرف، شوفوا هنايا نزيد نحي من هنايا، هذا باش يجيني من بعد هاد الشكل تاع الجريوره. شوفوا
هكذا بهالطريقة. شوفوا هنا نقطعوا شغل مثلث هكذا. شوفوا دوك مشاهدنا الكرام، هاي لك الحشو تاعنا. شوفوا حاولوا تشوفوا برك وين راح تحطوا الحشو. شوفوا ندير هكذا بهذا الشكل بعد باش نعرف برك وين راح نحط الحشو تاعي. ونحط الحشو تاعي هنا، وانا نحب الصامصه كي تكون معمره. شوفوا هكذا، شوفوا نقط دوك هنا نغلق هنا هكذا. شوفوا من بعد ناخذ هذه نحطها هكذا بهذا الشكل، ثم هذه الثانيه ونزيد الثالثه هاي لك، ونغلق ونقطع هكذا، ونغلق هذه باش من بعد ما تنحليش هكذا بهذا الشكل هاي لك. هاي الصمصة تاعي، وتحبوا تصغروا صغروها كما حبيتوا. نزيد نوري لكم واحده اخرى. شوفوا قلنا ناخذوا جريوره نقطعوا هكذا هاد لي كوتي كامل، باش من بعد يجيني هاد الترشيف تاع الجريوره. شوفوا معايا هكذا بهذه الطريقه. يلا نزيدوا نستقبلوا مكالمه. مايا السلام عليكم. بخير خويا فارس. مساء النور، واش راكي لاباس؟ لاباس بخير. صحتك لاباس؟ رمضانك. صحة رمضانك، كل عام وانت بخير. إن شاء الله. حياتك في حياتك، وليداتك في حياتك. الله يسلمك. فاميلتك. الله يسلمك، تعيشي في حياتك أنت تاني، بارك الله فيك. الله يسلمك. قولي لي مايا، كاش حلوة تاع العيد ولا والو؟ والله غير هي خويا فارس. واش نقول لك؟ قولي لي واش درتي مايا؟ شوف درت أنا شوية شوية من كلش، درت كعك النقاش. إيه جاك مليح. جاني قوة. يلا تعب جاية أخويا، تعب جاية يا الحومة. ودرت شوف درت أنا كعك مسكر بالطلية تعب جاية. إيه. وزدت درت هذاك الصابلي اللي ما يعني مديته لنا. إيه. جاني قوة. يا رب صحتكم. الله يسلمك. ودرت المقروط. إيه. مقروط العسل. مقروط العسل. آه هذاك هو سلطان الميدة. اه شوف خويا فارس على بالك كل ما نديرو يدوب لي ويولي لي طمينة. ايه يتحل في النقل. شو عيط لك ديجا انا السمانة الأولانية تاع رمضان قلت لك عليه، قلت لي ديري له بلون دف أمي درته اليوم. كي نقول لك قوة. يلا بصحتك بصحتك والله غير. صح الكود الصح قايتك الكود ولا أروع ولا أروع. بارك الله فيك مايا. والله غير فرحت لك. والله غير فرحت لك. يلا راكي نجحتي فيه الحمد لله. والله يخرج لي هاي الوصفة تاعك كامل ولا أروع ولا أروع. بارك الله فيك. صحة عباك في من فكرتني. نعم. والله غير فكرتني. فورماسيون تاع لاباتيشري ودرت فورماسيون تاع هذاك. انواع الخبز. اه. لا بينوازغي. اه. وما تيك هاد لي دو بروف اللي قريت عندهم صدقني غير فكرتني فيهم كانوا يمدوا لنا لي غوسات جوفون دو كور. الحمد لله نسلموا عليهم بزاف. الله يسلمك. شوفي اللي شاف كيما هادو اللي نحييهم ونقول لهم بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. هاد اللي شاف اللي يمدوا من قلبهم. أيوة. ويمدوا كامل واش عندهم. لانه ما رايحين يدوها معاهم. وانا دائما نقول لهم شاف اللي ما يحبش يمد ما كان له يدخل ليكول باش يعلم ولا يروح للتلفزيون باش ما كان له يخليهم اللي يدير الكوميرس ولا يدبر راسه. والناس اللي تمد من قلبها نحييهم. غير انا راك تمد لي غوسات تاع كاع اللي سيتهم
خرجوا لي كامل ولا اروح الحمد كما لله. كما قلت الكوب تاعك هذايا والله غير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من تعلم شيئا فليعلمه. صح صح بارك الله فيك مايا. فيك بارك الله يعطيك الصحة. شكرا بارك الله فيك. فيك بارك الله. ولا ما زدتيش عيطي لنا صحة عيدك. كل عام وانت بخير وفي حياتك وفي حياة داركم في حياة عائلتك كامل بإذن الله. شوفوا مشاهدنا الكرام هذه هي الصمصة تاعنا ماشي حاجة وعرة. أنا كبرتها لأنه نحبها كبيرة. انتم تحبوا تصغروا صغروا كما تحبوا تحبوا تصغروا برك لا بوند هذيك تاع لاباط اللي ديروها اللي تواسيوها بالجريوره في لي كوتيت يعني تضيقوها شويه ومن بعد تجيكم الصامصه تاعكم صغيره شويه وتحبوا تكبروها كبروها هكذا. دونك هنا هاي الزيت نسخنوا الزيت من بعد نقصوا لها على نار متوسطه هكذا ونرميو الصامصه تاعنا ونداو ونرميو عليها الزيت هكذا باش تتنفخ يعني تتشلفط كما نقولوا حنا وتدي هذوك النبابل هذوك باش تعرفوا بلي صمصه ناجحه 100%. يلا نخليو برك الزيت سخن نعاود لكم برك بسرعه المقادير تاع العجينه. كنت درت 4 كيلات تاع فرينه 4 كيلات فرينه الكيلة تكيلو بها فرينه تكيلو بها نص كيلة مارغارين تاع التوريق تكون دايبه وبارده ومغرف صغيره تاع ولا كبيره فانيليا وطموا لاباط تاعكم قلنا بالماء والمزهر طموها مليح تغلفوها بكيس بلاستيكي وتخليوها قلنا من الاحسن انكم تخليوها في الثلاجه تبات ليله كامله غد من ذاك راح تسهل عليكم والصمصه تاعكم تجيكم هايله. وقلنا اذا شفتوا باللي راكم شتوحتكم اللي مزروبين تقدروا ديروها ولكن على الاقل على الاقل تخليوها ترتاح زوج سوايع وتبداو تخدموها. يلا نزيدوا نستقبلوا مكالمه رتيبه من القبه. السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راكي لاباس؟ واش راكي صحتك؟ صح لاباس الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الله يهنيك. واش راكم نتوما سؤال عليكم؟ صافا انا كاش أنا. كاش ربي يفرج ان شاء الله. كاش حلوه تاع العيد ولا والو؟ ولا غنى معاها اليوم درنا البقلاوه. بقلاوه بلا بطافيل ولا بقلاوه تاعنا؟ نو بقلاوه تاع زمان تاع زمان. يا الله 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 الله. وكملتوها خلاص؟ نعم كملتوها. انا عندك دايما كملناها درنا البارح لاباط في الليل اليوم الصباح طيب ما طيبناها. اي راكو شاطرين. شحال تحميتوا عليها؟ شحال؟ نعم شحال تحميتوا عليها؟ والله ما فهمتك شحال. واش قلت لي؟ قلت لكم شحال تحميتوا عليها البقلاوه هذه؟ نو دارتها ماما برك هي ديرها احنا درنا لي صابلي. ما شاء الله ما شاء الله. البارح في الليل يوم الصباح طيبتها زعما. يلا تخي بيان بصحتكم بصحتكم. الله يسلمك. قولي لي رتيبة راكي حابة كاش وصفة نقولها لنا؟ لا أنا بنتها راني نهضر ماشي هي. نعم؟ ديت لها التليفون قلت لك أنا بنتها راني نهضر. بنتها واش راكي؟ صافا رتيبة الصغيرة. لا الكبيرة. الكبيرة؟ صغيرة صار 18 سنة برك ماشي حاجة. الله يبارك الله يبارك. الله يسلمك. تعيشي. تفضلي. نعم؟ قلت لك تفضلي. يلا كاش وصفك وحابين تعرفوها كاش حلوه نقدمها لكم كاش؟ لا غير بوغ لانستون انا حابه ندير البنين زعما مي ما على باليش دوك نشوف على حساب. ما عرفتيش كيفاش ديريه ولا شنو؟ لا 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 ما فهم ديرو. داري ديريه ماشي على حساب اذا ما كنت عيانه ما باليش نشوف. عجزتي شكون اجي فيني انا؟ نقول نعجز نعجز بزاف. عجزتي بزاف. سينا لي غوسيت تاع كيما كنت دير في رمضان كي كنا كي كنت دير لي بلا. اها سينا بزاف عفايس سختو هذاك البولاك تاعك تاع بولاك التركي هذاك بزاف هايل بنين. شفت ماشي تركي اللي ديرو السرق ديرو التركي هذاك. هايل بزاف يجي شفيتي من داخل. يلا شتي شحال يجي مورق؟ يجي هايل. عاوديها عاوديها كيفاش يجي؟ كيفاش يجي؟ عاوديها عجبتني عجبتني كيفاش يجي؟ هايل ولا اروع ولا اروع ولا
بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه. الله يسلمك. شكرا، سلمي لي بزاف على ماماك. ولما زدناش تكلمنا، صحه عيدكم وكل عام وانتم بخير. صحه عيدك، بارك العام زين ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا، يعطيك الصحه. شكرا شكرا. يلا مشاهدينا الكرام، نشوفوا مع اسماعيل وكادر. شوفونا هاد الحبه تاع قبل ما نروحوا فاصل، الحبه تاع الصمصة. شوفوا ما شاء الله، كما يقولوا يا صمصة يا محلاها. هاي لك شوفوا، هذه خليتها ميم با زوج سوايع على لاباط، كنت خليوها تبات ليله كامله صدقوني هاكو راح كاع تنجحوا بهاد الوصفه. شوفوا متشلفطه كما نقول انا، لما تشلفطتش هكذا ما راهيش صمصه. شوفوا نقعدوا نرميو الزيت هكذا حتى تاخذ اللون. نزيد لكم واحده، شوفوا هكذا بهذه الطريقه. شوفوا نرميو الزيت عليها ونخليوها تتشلفط كما نقول، باسكو هاي لك. شوفوا يلا مشاهدينا الكرام، راح نخلينا هاد الصمصات تاخذ اللون الذهبي، من بعد راح نحطها مباشره في هاد العسل. العسل ما درت لون ني ما زهر ني الماء ني والو، نخليه كيما راه، دفيته برك وخليته كيما راه باش الصمصه تاعنا تقعد تقرمش ما تجلدش. يلا نروحوا فاصل قصير ونعاود نولي وراح نشوفوا الوصفه الثانيه اللي هما العرايش. خليكم بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، كما راكم تشوفوا الحلويات تاع نهار اليوم راهم حاضرين وجاهزين امامكم. الوصفه الاولى اللي كانت عباره عن صمصه اللي كنا درناها مع بعض، هاي ليك بعد ما تقليوها وتعسلوها وتبحوها بالشيء اللي يكون عندكم في الدار. هاي ليك شوفوا تخرج مورقه، وقلت لكم الحجم نتوما تحكموا فيه، تحبوا تكبروا تحبوا تصغروا شي كما تحبوا نتوما. هاي اللي امامكم، وعلى بالكم العيد بلا صمصه. انا مائده العيد ما تكونش فيها صمصه ما شغل ما تحلاليش. هاي اللي امامكم مشاهدنا الكرام، ان شاء الله تكونوا تبعتوني خطوه بخطوه، وكانت خطوه بسيطه ووصفه بسيطه. وكذلك الوصفه الثانيه اللي كانت عباره عن العرايش اللي كنا قدمتهم لكم طريقه بسيطه كذلك مشاهدينا الكرام، بعد ما ينشفوا بعد ما يبردوا تطليوهم بالطليه وتخليهم ينشفوا، بعد تاخذوا بانسو يكون في الرقيق وتاخذوا هذاك الناكري في الارجون، تجوزوا لهم بالناكري وتزينوهم بالشيء اللي يكون عندكم في الدار، وريدات ولا شيء اللي يكون عندكم في الدار، وتقدموهم بهذا الشكل. مشاهدينا الكرام، قبل ما نروحوا لنهايه هذه الحصه، ان شاء الله تكونوا قضيتوا كل المقادير وتحضير هذه الوصفات وتنجحوا فيهم. قبل ما نروحوا لنهايه هذه الحلقه، نحب نحيي ونوجه تحيه كبيره 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 لعائله بلوي. عائله بلوي بيبي جايه، وخاصه لعمي فضيل اللي نتمنى له الشفاء العاجل يا رب، وكذلك الولاد كريم وزوجته ياسمينة، وحاكم وزوجته حفصة. لنقول لكم بارك الله فيكم، صحة رمضانكم، كل عام أنتم بخير. وكذلك ألف مبروك ألف مبروك لإياد عميمر إياد بمناسبة اختتانه، نقول له ألف مبروك إن شاء الله قبل زواجه. وكذلك تحية لأخته ميسا، وكذلك تحية للشيف بخدة اللي كان جاز معنا هنا في الحلقة، والوالد نتاعو بواد الأبطال نحييهم، ونقول لكم صحة رمضانكم، وكل سكان واد الأبطال نحييهم بزاف بزاف، ونقول لكم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. مشاهدينا الكرام، راح نتلقى بكم غدوة إن شاء الله بزوج وصفات كذلك، نفس التوقيت نفس القناة. من هذاك الوقت تهلاو في راحتكم وتهلاو في صحتكم وصحة فطوركم. سلام.